التثبيت وتحول ما تبقى الى عقود وزاريه، اضافه الى ذلك اقاله مدير التربيه كونه ما خدم المحاضرين ولا خدم العمليه التربويه اصلا. نطالب من منبركم اقاله السيد حسين خلف من منصبه، لان ما قدم شيء للمحاضر، ابد ما قدم شيء للمحاضر. زين، ولا تربيه بابل، درجات الحذف والاستحداث عندنا مال 2016 تنفتح بال 2020، هاي جريمه حق الانسان. اذا مال 17 ايش وقت؟ 18 ايش وقت اسال عليهن؟ 19 ايش وقت؟ ال 20 ايش وقت يطلقوهن؟ ايش وقت؟ 12000 درجه وظيفيه، اذا تفتحهن ايش وقت؟ بال 2025 اتعين؟ اطالب بتثبيت، اطالب براتب، اطالب تقاعد، زين انا طلعت اروح احاضر للمدرسه صار عندي حادث، متل صار علي شيء، ذولي الاطفال شنو؟ اربع بنات، اطالب براتب واطالب بتثبيت. ما اطالب بعقد نهائيا، هذا حقي، صار 13 سنه انتظر التعيين، اقدم وماكو، اقدم وماكو. كل بابل تعرفه هو تابع لمن يحسب، وتعرف على من يشتغل. انت لعد هو السؤال لحسين خلف، بنت السنه تخرجت، ما صارت 3 اشهر جابت كتاب تعيين طلعت عينها. 3 اشهر صار لها، وهاي الناس جاي صار لها شقد؟ 3 سنوات، لا يوم طالبت، لا يوم دعيت، لا يوم تحاكي. تابع اكو عضو برلمان له، تابع هناك بالوزاره، تابع الوزير مال التربيه، عم تابع الحزب الفلاني، يجيب لك كتاب هناك يجي يتعين قبل.